أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين المحجلين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج نور. أسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا على محبته وطاعته أن يجمعنا غدا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي سنة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، بها أرغم أنوف الطغاة وكسر كبرياءهم وغرورهم. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، لكن يا إخوة يا كرام يا إخوة يا أفاضل، السعيد منا من يسعده الله تبارك وتعالى بخاتمة حسنة، والشقي منا والعياذ بالله من يموت على شيء يغضب الله تبارك وتعالى. فالمرء يوم القيامة يبعث على ما مات عليه، وأنت إنما تموت على الشيء الذي تربيت عليه في هذه الحياة الدنيا. فإذا تربيت على لا إله إلا الله من قلب مخلص قلتها وطبقتها بالعمل، فإن الله تبارك وتعالى سيكرمك بموتة الشهداء والصديقين والنبيين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسنت هذه الخاتمة. نعم، وما أكثر دعاءنا ودعاء أئمتنا: اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت. سنموت لأن الله تبارك وتعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سنموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، عاين سكرات الموت، وإذا بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها تقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا كرب على أبيك بعد الموت. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عاين سكرات الموت وقال: إني لأجد سكرات الموت، اللهم هون على أمتي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت. نعم، مات رسول الله لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. مات رسول الله لأن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. مات رسول الله لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ساعات احتضاره بليل، فقال: يا عائشة، في أي يوم نحن؟ قالت: يوم الاثنين. قال: ومتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في يوم الاثنين. فتبسم رضي الله عنه وأرضاه، ومن ثم أصبح صائما، وإذا بسكرات الموت تتغلغل في جسده. فأنشدت عائشة شعرا، فقال لها: يا عائشة، لا تقولي هكذا، بل قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مات أبو بكر لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم يموت الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، مات شهيد المحراب، مات الذي قدم يؤم المسلمين المصلين في الصلاة. قيل أنه كان يقرأ قول الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طعنه ذلك الخبيث بطعنات عديدة حتى أرداه قتيلا مغمى عليه، فلما أفاق
قال أصلى الناس. نعم، هكذا كانت قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى. ثم قال لابنه عبد الله بن عمر لما علم أنه ميت لا محالة، قال له اذهب إلى فاطمة، اذهب إلى عائشة، وأذن لي بأن أدفن بجانب رسول الله وبجانب أبي بكر. فطرقوا عليها الباب وقالوا لها يستأذنك عمر بأن يدفن بجانب صاحبه؟ قالت والله إني كنت أريد هذا المكان لنفسي، ووالله لأؤثرن عمر على نفسي. فلما رجعوا إلى عمر وخبروه بالخبر تبسم وارتاح وقال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وفارقت روح روحه إلى بارئها، ثم دفن بجانبي صاحبيه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم، رفقة بالدنيا ورفقة بالموت ورفقة يوم أن يلقوا الله تبارك وتعالى. نعم، لأنهم عاشوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاشوا على الصلاة، عاشوا على الصيام، عاشوا على الزكاة، عاشوا على طاعة الله، على عبادة الله، عاشوا بقلب محسن، بقلب مخلص لله تبارك وتعالى. مات عمر لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم يموت عثمان قارئ القرآن، تسلقوا عليه البيت وطعنوه والمصحف بين يديه يتلو قول الله ويتلو آيات الله تبارك وتعالى. مات عثمان من كان يوما أبا للأرامل واليتامى والمساكين. مات عثمان الذي جعل ماله لله وفي سبيل الله وابتغاء مرضات الله. مات عثمان لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم يموت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في ساعات الأسحار يحلو الاستغفار، ثم يقوم يخطو بخطواته إلى بيت الله ليصلي الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الطريق يطعم، ثم تفارق روحه وتصعد إلى بارئها. أين كان يذهب؟ كان يذهب إلى بيوت الله. نعم، لأنه ربى نفسه وهو بصحته وقوته على الذهاب إلى بيوت الله، فكانت خاتمته خاتمة حسن، خاتمة حسنة طيبة مباركة. مات علي لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم يموت معاذ بن جبل، نعم، ويسأل زوجته أأصبحنا؟ فتقول لا. أأصبحنا؟ فتقول لا. فلما أصبحوا قال أأصبحنا؟ قالت نعم. قال أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار والعياذ بالله. يا إخوة يا كرام، كانوا ينفقون، كانوا يتصدقون، كانوا يصلون، يزكون، كانوا يعبدون الله حق عبادته، وبشرهم الله بالجنة، ومع ذلك كانوا يخافون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كانوا يخافون أن يوقفوا بين يدي الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا قال في حقه لو كنت متخذا نبيا بعدي لاتخذت أبا بكر، بما معناه يقول والله لو أن أحد قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله. عمر بن الخطاب يقول ضع وجهي على التراب، عل الله أن يرحم عمر، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، وددت أني لو كنت ورقة تعض، ليت أمي لم تلدني. نعم، هكذا كانت حياتهم، ربوا أنفسهم على طاعة الله، ولكنهم كانوا خائفين من أن يخالطها شيء يقول ضدهم يوم أن يلقوا الله تبارك وتعالى. ثم يموت أبو هريرة راوي الحديث، ذلك الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعد عن زخرف الدنيا، حتى تصل إلينا الأحاديث بفضل الله وبفضل رسوله ثم بفضل أولئك الرواة، ومنهم أبو هريرة
هريرة، نعم عندما حانت نهايته، عندما حانت وفايته، قال: زادي قليل والطريق طويل، زادي قليل ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي. يا إخوة يا كرام، هؤلاء عاشوا على لا إله إلا الله، فأكرمهم الله بتلك النهايات. وأنت على ماذا تعيش؟ وكيف تعيش؟ ومن أجل من تعيش؟ وكيف ستكون نهايتك؟ كيف تريد أن تلقى الله تبارك وتعالى بنهاية خير، بنهاية حسن، بنهاية طيبة، أم بنهاية والعياذ بالله قبيحة وسيئة؟ أتريد أن تنهي حياتك على لا إله إلا الله، في بيوت الله، على كتاب الله تبارك وتعالى، أم تريد أن تنهيها على الخمور وعلى السكور وفي بيوت لا يحبها الله تبارك وتعالى؟ تذكروا، يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه. تذكروا، إنك ميت وإنهم ميتون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بخاتمة ونهاية حسنة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.